صاحب الجلاله استجب للرغبه ولا ديال المواطنين المغاربه، يعني المغاربه كاملين بغض النظر كان امازيغي ولا ماشي امازيغي كان كيحتفلوا بايدي النار، كل واحد كيسميوه ايدي الناير حاكوزان الى اخره، المهم الاسماء كتختلف ولكن العيد هو هذاك والتاريخ ديالو هو هذاك، هو يعني 14 كيصادف 14 يناير. فهذه المناسبه مهمه جدا ديال الاحتفال سميتو بهذا العيد اللي ولا رسمي وعطله ومؤدي عنها، واخا المهم جا في الحد العام ولكن من بعد ثم ضروري اننا ننوهوا بالمبادره ديال هذا الشباب ديال الشبيبه الاشتراكيه ديال حزب التقدم والاشتراكيه اللي جمعتنا باش نحتفلوا بسميتو، وهذا مهم جدا. يعني الناس دابا ولات المختلف الشرائح مختلف التنظيمات ولات كتملك هذا العيد هذا، بالخصوص بعد الترسيم ديالو من طرف صاحب الجلاله. هذا ما هذا احتفال، ولكن ما خصنا دائما اولا نرجعوا للور نشوفوا، لانه المغرب ديالنا قطع واحد الاشواط مهمه بالخصوص ابتداء من 2000 من 2000 في هذه المساله ديال الاعتراف بالحقوق اللغويه والثقافيه. المغرب دار خطوات جباره، يعني وصلنا للترسيم ديال الامازيغيه، الاطلاق ديال القناه بالامازيغيه، برامج في سواء في الاولى او في القناه الثانيه، يعني اللي هما القنوات العموميه اللي فيها برامج بالامازيغيه. فهذه المده هذه انجازات حققها المغرب مهمه، هذا ما غاديش ينسينا الوضعيه ديال الامازيغيه، يعني احنا كنا بغينا وضعيه تكون افضل، يكون التفعيل الحقيقي للترسيم ديال الامازيغيه في التعليم، مازال كاين نقص ديال الاطر، مازال ما تماتش التعميم ديالها في الاعلام، ذاك البرامج اللي كاينه محدوده جدا، يعني في كاين دايرين بحال واحد الكيتو الناس ديال الامازيغيه يعطيهم الامازيغيه والناس كذا الى اخره، هذا الشيء ما خصو شيء، خصو شيء يكون خص الامازيغيه تكون يعني عموديه في سميتو، تكون افقيه، عفوا افقيه في جميع القنوات العموميه ديال بلادنا. نفس الشيء كاين مشاكل بالنسبه للقضاء، لو المغاربه ديالنا مازال كيمشيو للمحكمه ما كاينش اللي يسمع لهم يفهم لهم اللغه ديال التقاضي، مازال كتعتمد العربيه، في حين انه كاين القانون التنظيمي ديال تفعيل الطابع الرسمي الامازيغيه اللي كيلح على انه بالنسبه للقضاء مثلا انه خص يكون مترجمين الى اخره، في انتظار يعني التكوين ديال القضاة والمحامين في الامازيغيه. ثم كذلك كاين مساله مهمه بالنسبه للامازيغيه، انه في الوثائق الرمزيه للدوله المغربيه كتغيب الامازيغيه، الباسبور ما كاينش الامازيغيه، لاكارت ناسيونال ما كايناش الامازيغيه، الفلوس ما فيهمش، يعني فهذا ما كي يعني الناس باش تحس بالفعل بانه راه الامازيغيه مرس الترسيم ديالها بالفعل، خص يعني تكون مبادرات في هذا الاتجاه. وما ننساش عاود نذكر بانه بالنسبه للحزب التقدم والاشتراكي راه كان دائما كيرافع من اجل تحقيق يعني اللغه الحقوق اللغويه والثقافيه، وكان هو اللي بادر، كتعرفوا انتم رجال الاعلام بانه السي نبيل عبد الله كان حريص جدا باش تطلق القناه الامازيغيه، وثم هو اللي خذا مبادره باش بدات الاخبار في دوزام الناس اللي كتذكر الى اخره. فيعني الحزب سواء من خلال التسيير ديالو ديال الشان العام او العمل ديالو النضالي كان دائما بجانب الحقوق اللغويه والثقافيه الامازيغيه، ونتمناو انه مستقبلا نتجاوزوا هذه العثرات والمغرب قادر، على المغرب اللي حقق هذه الانجازات في الظرف هذا الوجيز يمكن يحقق بزاف ديال الحوايج. سمية منصف حجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكي. بداية نبغي نقول لكم جميعا عسكاس مباركي، سنة أمازيغية سعيدة على الجميع.
ينظم حزب تقدم الشرعية الفرع المحلي لتبريكت بشراكة مع منظمة الكشاف الجوال احتفال بهذه المناسبة. حزب تقدم الشراكية كان دائما سباقا لدعم القضية الأمازيغية لاعتقاده وإيمانه الراسخ بأنها مكون من مكونات الهوية المغربية ورافد من روافدها المهمة. ساند هذه القضية منذ البداية وكان من السباقين إلى المطالبة في اقتراحاته بخصوص مذكرة إصلاح دستور المملكة بإدراج الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية. ساهم بطبيعة الحال من كل مواقعه سواء الحكومية الحزبية البرلمانية في دعم هذه القضية، والآن نحن سعداء أننا كنا نحتفل اليوم بهذا اليوم الوطني وبترسيمه كعطلة رسمية. فمازال هناك الكثير اللي خاصنا نديرو بطبيعة الحال، مازال هناك تفعيل مقتضيات القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وكل ككل القوانين كتأخذ الوقت للتفعيل، وكلنا أمل في أن يحظى هذا المكون الأساسي في الهوية المغربية بكل ما يستحقه من عناية لما فيه تقدم الجماعي للمغرب والغني بكل مكوناته وبروافده، سواء منها العربية الأمازيغية الحسنية الأندلسية إلى غير ذلك. فمجددا سنة سعيدة للجميع. بهذه المناسبة الكريمة رأس السنة الأمازيغية الجديدة أولا إذ نين نير، كنهنئوا جميع المغاربة بهذه المناسبة. أنفلوني شكش مرباس وقساد ستمرت أد إيقاس وقسام قاز أسقاس إغودان أسقاس نسمد نكو إلتون. حقيقة بهذه المناسبة السعيدة التي هي مناسبة نحتفل فيها لأول مرة برأس السنة الأمازيغية بعد القرار الملكي الحكيم اللي رجع الأمور النصب ديالها وخلانا يعني نحتفل بهذا المناسبة اللي كيتشاركوا فيها جميع المغاربة، وأعطى واحد الإشارة لجميع المؤسسات باش تأخذها بعين الاعتبار وتعطيها الأهمية ديالها في إطار تكريس وتفعيل الطبع الرسمي للغة الأمازيغية. وفي نفس الآن يعني هذا القرار الملكي راه قرار عنده اعتبار ورمزية كبيرة في هذا الخصوص، وكيخص أننا يعني نعرفوا بأن هذا القرار كيأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات المغربية، يعني مكونات وروافد الهوية المغربية الأمازيغية والعربية والحسانية، وكيساويها وكي يعني نصفها يعني في نفس الآن. مغرب اليوم يعني جعله جلالة الملك يعني ليس فيه يعني مغاربة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، بمعنى أن المغاربة كلهم متساوون، يعني خلانا نشعر بأن عندنا الحقوق ديالنا كاملة، حقوق ثقافية بالأساس اللي كانت تهضمت منها المكونات الأمازيغية لعقود كبيرة، ولينا نشعر في مغرب اليوم بعد القرار الملكي الحاكم بعد الدستور بعد خطاب أجدير ديال 2001 اللي بدأ فيه ما يسمى ببناء المغرب الحديث، المغرب الذي يعتبر كل مكوناته يعني سواسية، يعني كل مكوناته يعني ذات أهمية كبيرة. يعني هذا القرار كيدخل في هذا الإطار هذا وكيعطينا واحد اعتبار آخر يعني في هذا الخصوص. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.